ما كانش في السياسة، ما كانش صدف، لا مكان للصدفة في السياسة، خاصة إذا كان داخل على حرب، ما كانش حاجة صدفة. لأنه نقرأ كثير من الشهادات يقول لك أنه مثلا الجندي المصري كان عنده شوية اعتلاء هكذا، استعلاء على الجندي الجزائري، وهذه قالها عبد الحميد جوادي، قال يعني بين قوسين قالها لي شخصيا، قال لي ما كانوش دينها فينا كما نقولوا احنا الجزائريين. اذا كان قال لك على الجندي المصري عنده استعلاء على الجندي الجزائري في الكراحة العسكرية، انا اقول لك ان الصحافي المصري كان عنده استعلاء على الصحافي الجزائري حتى وانا صغير وشاب وجاي من الاف الكيلومترات، كان ينظر لي بنظره وانه انا مبتدئ او ثانوي او انت لا تمثل شيء يعني بالنسبه لهم. يعني هذا للاسف هذه عندهم عقده الكبرياء وعقده الغرور، وانا هنا لست ضد الشعب المصري بقدر ما انا ضد النخبه المصريه. وتلاحظ هذا حتى في خلال المقابلات الاخيره اللي وقعت في ام درمان، كيف تعاملنا احنا معها كاعلاميين كمثقفين كمجتمع مدني كسياسيين، ما تعاملناش بالعنجهيه وبالغرور وبالتنطع اللي تعاملوا به المثقفين المصريين معنا. طيب انت لما